الأهلي في الإسكندرية. مساء الخير يا محمد، أهلا بيك، وعايزين نعرف منك كل تفاصيل كواليس المعسكر واستعدادات الفريق حتى وقتنا هذا. بشكرك زميل عزيز محمد الجني، وبشكر زميلي محمد سعيد وكل مشاهدي شاشة النادي الأهلي في كل مكان، بالتحديد نحن على الهواء مباشرة من داخل استاد برج العرب لمتابعة يعني الجزء الأول من تدريب النادي الأهلي، تدريب النادي الأهلي والأخير قبل مواجهة كامبالا سيتي في مهمته الأخيرة لتصدر المجموعة والتفوق على الترجي. يمكن أنت صرحت وسمعتك من خلال الإيربيس وأنت بتتكلم فعلا على مستر باتريس كالترون، مش بيحب الشعارات، هو بيتكلم بخطة مدروسة طويلة المدى بل قصيرة المدى حتى متوسطة المدى. هو الراجل بيتكلم بكل أريحية إن هو بكل المتغيرات اللي بتواجهه وهو حابب هذه المتغيرات. بالنسبة للغيابات سواء في إصابات منذ بداية الموسم لأجاهيه، وكذلك أيضا غياب غدا ميدو جابر أو بعد وليد سليمان للإنذارين أو الإيقاف، هو بالنسبة له ده حالة صحية إن هو يغير من شكله وتشكيل الأداء وطريقة اللعب بنزول ولاعبين جدد وإشراك لاعبين جدد. هو حابب يغير التشكيل. وكمان لما سئل عن الاداء والنتائج، يعني دايما جماهير النادي الاهلي محمد بتحب ان هي تشوف كره حلوه ونتيجه في النهايه، طبعا سعيد بتغيير الاداء والنتيجه. هو قال ان مع الفتره واحده ورا الثانيه هيتغير شكل النادي الاهلي. انتوا عندكم حق ان الاداء بالنسبه له هو غير مرضي، لكن هو مع الوقت والاستمراريه وتثبيت التشكيل اعتقد ان الوقت هيديله الشكل الجمالي والشكل اللي الناس عاوزاه. اما بالنسبه لشخصيه النادي الاهلي بدات تظهر، لان كل مباراه بالنسبه له بطل، وكان بيمزح كده وبيهرج ان اللعيبه اللي غابت وخرجت اللعيبه خلاص زوجاتهم بدات تكره النادي الاهلي وتكره اللعيبه بسبب ان هم دايما متواجدين مع الفريق، بيلعبوا كل ثلاث ايام مباراه. فاعتقد حب النادي الاهلي موجود اكيد بين اللعيبه، لكن هو حرصا على ثبات التشكيل واستقرار قطار النادي الاهلي الى ان يصل الى مهماته الاخيره في كل البطولات. هو اكد ان كل البطولات وكل المهمات اللي هو داخل عليها سواء مقبل في بطوله عربيه او بطوله افريقيه هي بالنسبه له كل مباراه بطوله. يمكن دي اخر الاجواء، ويمكن انت ورايا النادي الاهلي بيجري احماءه الاخير، ولازم ارجع لك عشان خلاص وقتنا. طيب احمد، مهم اننا نسالك قبل ما نختتم حوارنا معاك، مهم اننا كمان نعرف منك، هل سالته مستر كارترون عن رأيه في ثبات التشكيل؟ فكرة هل المرحلة دي بالنسبة له مهما كانت أهمية النتائج والمباريات وتحقيق الفوز في أي مواجهة، لكن هل بيعتبرها بدرجة ما لسه مرحلة تجريبية، لأنه في بداية ولايته وتعاقده كمدير فني للنادي الأهلي فمحتاج وقت أكتر عشان يثبت التشكيل، وعشان كده بيعتمد على أعداد كبيرة من اللاعبين بتتغير أحيانا في بعض المباريات، ولا دي فلسفته كمدير فني وهو من المدرسة اللي طول الوقت ممكن تعتمد على أسماء كتير مش بس على 11 أو 12 لاعب؟ هو بالفعل يا محمد زي ما انت قلت هو بيعتمد على اللعب الجماعي. سامحني انا عاوز ارجع لك يعني، لكن يمكن بعض الزملاء بيساعدونا ان احنا نطلع هوا، لكن للظروف وللحقوق اعتقد عاوز ارجع لك. بس هو اتكلم على جماعيه الفريق اهم بالنسبه له من الفرديه. شكرا لك زميلي محمد. بشكرك جدا زميلنا احمد كيوان مراسل قناه الاهلي من الاسكندريه، وده هيبان مع الوقت طبعا. الجمهور بيتساءل، واحيانا من نجومنا من ضيوف قناه الاهلي في